سلام من الله عليكم متابعي قناة معاني الأسماء. سنتعرف اليوم على معنى اسم أحلام وشخصيتها. اسم أحلام من أقدم الأسماء العلم التي تم التسمية بها في الوطن العربي بسبب جمال هذا الاسم ورونقه الخاص الذي يجعل العديد من الآباء والأمهات يحبون إطلاقه على بناتهم، وهذا الجمال سوف يتضح أكثر بعد أن نقوم بعرض كامل التفاصيل الخاصة باسم أحلام. معنى اسم أحلام: يفسر البعض معنى اسم أحلام أنه الرؤى التي يراها النائم في نومه، إلا أن هذا غير صحيح، لأن الكثير من العلماء قد أكدوا على اختلاف الرؤى عن الأحلام، ولكن الاتفاق الوحيد بينهما أن كلا منهما يستخدم كاسم عالم مؤنث، حيث أن الحلم يمكن أن يراه الإنسان سواء كان نائما أو مستيقظا، إلا أن أثناء النوم يكون أكثر، مع العلم أن الاسم قد جاء في صيغة الجمع من المفرد الحلم، كما يمكن أن يكون المقصود من الاسم الحلم وهو الرزانة والعقل، إلا أن المعنى الأول هو الأكثر شيوعا. هيا بنا أصدقائي المشاهدين لنحلل شخصية اسم أحلام. أولا، الفتاة المعروفة بهذا الاسم متأثرة باسمها بشدة، لهذا يكون لديها طموح وأمل دائم في جعل حياتها أفضل. ثانيا، لديها تفكيرها وشخصيتها المستقلة، لذلك هي تفضل الاعتماد على نفسها فقط. ثالثا، تميل إلى مركز القيادة الذي تبدع فيه وتجيد التخطيط للآخرين. رابعا، هي ناجحة في حياتها سواء كانت العملية أو الشخصية، خاصة أنها تجيد التنسيق بينهما. خامسا، لبقة في الحديث ولديها القدرة على إقناع الآخرين برأيها بسهولة كبيرة. سادسا، من أكثر عيوبها أن كثرة اعتمادها على نفسها يجعلها واثقة في نفسها بشدة لدرجة تصل للغرور. سابعا، لا تتقبل نصيحة الآخرين ودائما ما تتمسك برأيها، وهذا ناتج عن عندها الشديد. ثامنا، لا ترى نفسها مخطئة في أي موقف ولا يمكن أن تعتذر أبدا. حكم التسمية باسم أحلام: الحلم هو كل ما يراه الإنسان في خياله، سواء كان جيدا أو سيئا، سواء كان مستيقظا أو نائما، لهذا لا يمكن القطع بأن اسم أحلام من الأسماء الغير جائزة شرعا، لأن الحلم في الكثير من الأحيان يدفع الإنسان إلى التقدم نحو مستقبله رغبة في تحسين حياته. لهذا يرى علماء الدين أن إطلاق اسم أحلام على أي فتاة مسلمة هو أمر جائز شرعا، دون النظر إلى الجانب الديني الخاص بأن الأحلام من الشيطان، بينما الرؤى تكون من عند الله. لهذا فضل العلماء التسمية باسم رؤى عن أحلام، إلا أن كلا منهما جائز. هل كانت المعلومات المعروضة خلال هذا الفيديو عن اسم أحلام مفيدة لكم أم لا؟ شاركونا بآرائكم المختلفة في التعليقات أسفل هذا الفيديو. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.